السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، اخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين تمام الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدارجة. باش ما نطولش على خوتي، نمروا الآن الأهم عناوين حلقة اليوم. في أول تعليق، العثمانية توعد برد حازم ضد السيلة الجزائر على أراضي فلاحين مغاربة. الملك محمد السادس يبعث ببرقية لأول رئيسة جمهورية محجبة في إفريقيا. خطير جدا، بوتين والسيسي يدبران مكيدة للمغرب بسبب الصحراء المغربية. المغرب يواجه صفعة قوية للاتحاد الإفريقي والجزائر بسبب الصحراء المغربية. الجنرالات زرعوا الفتنة في كل دول المنطقة ويبحثون عن حرب مع المغرب للاجتفاف على مطالب الشعب الجزائري. عاجل وحصري، إسرائيل تدخل على خط قضية العرجة وتؤكد أن المغرب يعد مفاجأة مدوية للجزائر. مرحبا بكم من جديد. بعد أن قضي الأمر واستولت القوات العسكرية الجزائرية على أراضي فلاحين مغاربة شمال وادي العرجة، فكت عقدة لسان رئيس الحكومة سعد الدين العثمان وأدلى بتصريح حول ما يجري بالمنطقة. وقال العثماني خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزبه إنه يتابع بقلق التطورات الأخيرة بإقليم فيجيكا ومنع بعض الفلاحين المغاربة من وروج أراضيهم التي يستغلونها شمال وادي العرجة. وأضاف ذات المسؤول الحكومي في نفس الكلمة صبيحة أمس السبت 20 مارس الجارية: نعتبر هذا التصرف عملا غير مقبول ومدان، ولدينا الثقة أن السلطات المغربية المعنية والمتابعة للموضوع ستعمل بحزم على إيجاد حل ناجع له. وكان عامل إقليم فيجيكا قد عقد لقاء بعدد من مستغلي الأراضي الفلاحية المتواجدة بالمنطقة المسماة العرجة بحضور نائب أراضي الجماعة السلالية ولاد سليمان ومجموعة من أعضاء المجلس النيابي، خصصت لتدارس التطورات المرتبطة بوضعية الأراضي الفلاحية المتواجدة بالجزء الواقع شمال وادي العرجة على الحدود المغربية الجزائرية، وذلك على إثر اتخاذ السلطات الجزائرية لقرار مؤقت وظرفي يقضي بمنع وروج هذه المنطقة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري. بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى سمير حسن صرحي على إثر تنصيبها رئيسة لجمهورية تنزانيا المتحدة. ومما جاء في برقية الملك محمد السادس على إثر تنصيبكن رئيسة لجمهورية تنزانيا المتحدة، يطيب لي أن أبعث لكن بتهاني مقرونة بمتمنيات الصادقة لكن بكامل التوفيق في مهامكن السامية في قيادة الشعب التنزاني الشقيق نحو ما يصبو إليها من تقدم وازدهار. كما أعرب الملك محمد السادس بهذه المناسبة عن حرص جلالته على العمل سويا مع رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة من أجل السير قدما في تعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية تنزانيا المتحدة لما فيه مصلحة شعبينا وخير لقارتنا الإفريقية. عقد الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط والدول الإفريقية نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بونغاردوف مباحثات رفقة السفير المصري في موسكو إيهاب نصر. وقال بيان للخارجية الروسية إن المحادثات المجرات كانت تفصيلية من خلال بحث قضايا الساعة الخاصة بمواصلة تعزيز العلاقات الروسية المصرية مع التركيز على تنسيق جهود موسكو والقاهرة من أجل المساعدة في حل النزاعات وحل الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طبقا للبيان. ويحيل بيان الخارجية الروسية على تداول الجانبين حول قضية الصحراء المغربية التي تستأثر باهتمام روسي كبير خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد تحرير معبر القرقرات والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، إذ باتت تبحث عن موطئ قدم فيها في ظل التحكم الأمريكي وحضوره الوازن في هذا الملف.
ويرى الجانب الروسي أن نزاع الصحراء بات يشكل تهديدا على منطقة شمال إفريقيا على ضوء توقف العملية السياسية للنزاع وشغور منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للنزاع وتنص الجبهة الصناديه من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 حيث ربطت عدة اتصالات بوزراء خارجيتي المغرب والجزائر للدعوة إلى التهدئة وعدم التصعيد وفقا لبيانات روسية سابقة. ويشير استحضار نزاع الصحراء خلال اجتماع وزارة الخارجية الروسية مع الجانب المصري للبحث عن تدخل المصري بالنظر لعدة معطيات أولها ثقلها السياسية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وكذا لعدم وجود قوة إقليمية قادرة على الدخول في معمعة النزاع وتلافي الزج بالمنطقة في أتواب حرب غير محمودة العواقب وكذا بالنسبة لموقفها الذي يوصف بين مزدوجتين بالحيادية بحكم عدم ميولها لأي طرف وتغاضيها عنه واحتفاظها بعلاقات توصف بين مزدوجتين بالمتوازنة مع المغرب والجزائر وإن كانت العلاقات بالمملكة المغربية مشوبة بالتوتر في عدة فترات جراء مشاركة وفود من الصنادلية في أنشطة تابعة لمنظمة الاتحاد الإفريقي والبرلمان العربي بمصر بدعم مصري. جددت السلطات المغربية رفضها تدخل الاتحاد الإفريقي بشأن قضية الصحراء المغربية وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن المغرب غير معنية وغير مهتمة بالبلاغ الذي صدر عقب اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي حول قضية الصحراء المغربية بدفع من الجزائر يشار إلى أن قرار 693 تم اتخاذه في القمة الإفريقية المنعقدة في يوليوز 2018 بنواكشوط الموريتانية جدد التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة باعتبارها إطارا للبحث عن حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية فيما تضمن بلاغ مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي المدفوع من الجزائر ما يفيد رغبتها في فرض تدخلها في الصراع الإقليمي الغائم حول الصحراء المغربية الأمر الذي يرفضه المغرب جملة وتفصيلا في مجال تسيير الفاشلين هناك قاعدة تقول يجب ألا تبدو ضعيفا أمام خصومك لذلك عليك بالهروب إلى الأمام بدلا من التراجع إلى الخلف هذه القاعدة يقوم بها الجنرالات الجزائريون اليوم عبر خلق مشاكل للدول المجاورة لكي يدوب مشكل الجنرالات مع الشعب الجزائري وسط مشاكل دول الجوار فالكيان السرطاني للجنرالات لم يترك دولة مجاورة للجزائر إلا وزرع فيها الفتنة فالمخابرات الجزائرية تقف وراء الأعمال الإرهابية في تونس والنيجر ومالي كما أن نظام الجنرالات يعرقل التوافق الليبي ويتهجم على المملكة المغربية ومن هنا نجد العديد من هذه المشاهد على الساحة الإقليمية والتي باتت تتسارع بشكل غير مسبوق لاهتا ليحصلوا على مكاسب ما قبل إزدال الستار على أكثر من مسرحية ولعل من الأمور الملاحظة هو التحشيد الفئوي واستخدام المملكة المغربية كبعبع لتخويف الشعب وإلهائه على مطالبه الشرعية بإسقاط نظام الجنرالات الذين يحذرون للهروب الكبير إلى الأمام عبر اختلاق حرب مع المغرب والتي ستكون بداية نهايتهم إن شاء الله لنرتاح منهم نحن كمغاربة والشعب الجزائري وترتاح منهم الدول المجاورة ونعيش كلنا في أمن وسلام أدانت إسرائيل بشدة ما وصفته باحتلال الجزائر لمنطقة العرجة وتزامن ذلك مع هجوم الدبابة الإلكترونية الجزائرية على المغرب وكذا على إسرائيل هذا وأكد صحفي أن إسرائيل سترد بقوة على ما أسمته العدوان الجزائرية إذا ما طالب المغرب منه ذلك هذا واستضافت أحد القنوات الإسرائيلية رئيس أركان الحربية المتقاعد الإسرائيلي وسأله الصحفي حول لماذا لم يرد المغرب وعن ما الذي يحدث هناك ويقصد منطقة العرجة وأضاف ذات الصحفية رغم وأنه كلنا نعلم أن المغرب أقوى دولة في إفريقيا
ويحسب له ألف حساب مخابراتيا وعسكريا. هذا وأجاب رئيس أركان الحربية الإسرائيلية المتقاعد بأنه لا يجب أن ننسى أن المغرب ذكي جدا وحكيم، مؤكدا أن الرد سيكون قوي وغير متوقع كما فعل في القرقرات سابقا. وقال إن المخابرات الجزائرية حاليا تريد أن تتجسس على القوات المغربية وتختبر طريقة ردها لأنها فشلت في ذلك في القرقرات، مؤكدا أن محاولة استفزاز الجزائر المغرب مرة أخرى عن قرب وبأن إسرائيل رصدت رادارات الجزائر. وفي ذات الحوار تساءل الصحفي هل فعلا رصدت إسرائيل رادارات الجزائر في منطقة العرش؟ أكد رئيس أركان الحربية الإسرائيلية المتقاعد أن الجزائر نصبت منظومة عسكرية دفاعية لكن المغرب رصدها ونحن كذلك، ويقصد إسرائيل. وقال إن المغرب يعد لهم مفاجأة مدوية. هذا وطرح الصحفي الذي يدير الحوار سؤالا على ذات الشخص هل المغرب يستطيع التغلب على الجزائر عسكريا؟ فأجاب ورئيس أركان الحربية المتقاعد مؤكدا حسب خبرته أنه إذ لم ترجع الجزائر العرج للفلاحين بإمكان المغرب أن يجعل الجيش الجزائري عبرة للتاريخ إذا ما أراد ذلك. وزاد قائلا أنه نحن الإسرائيليون ندعم المغرب في صحرائه، ومن اعتدى على المغرب فهو قد اعتدى على إسرائيل أيضا. وقال حاليا المغرب يعد مفاجأة مدوية التي لا تخطر على بال القادة الجزائريين. فقاطعه الصحفي متسائلا مهلا هل المغرب سيضرب الجزائر؟ أجاب أنه لا يستطيع الإفصاح كما قال سابقا، مؤكدا للصحفي انتظروا مفاجأة المغرب عما قريب. إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم، تمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر الإعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة مساء إن شاء الله.